بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة التامنة لينا دلوقتي موضوع مهم أوي اللي هو الفيس دايجرام. تفتكروا معانا كده التجربة اللي انتوا عملتوها اللي هي تجربة بتاعت الكولينج كيرف اكسبيرمنت. عملنا 2 اكسبيرمنت، واحدة بتاعت السامبل بريبريشن بقى تقريبا كانت سامبل اكسبيرمنت 2، والتالتة بتاعت الكولينج كيرفز اللي رسمنا في الآخر فيز دياجرام، واللي احنا كنا بنسيح فيها سبائك الرصاص مع التين. بالاستفادة بالاكسبيرمنت اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت الكولينج كيرفز، هنقدر نفهم يعني ايه الفيز دياجرام اللي هنتكلم عليه في المحاضرة دي والمحاضرة اللي بعديها، وطبعا نقدر نحل المسائل اللي عليها. عندنا سوليد ماتيريال، ده كده كان نفرض ان انا عندي اسهل حاجه تلج اللي هو ميه H2O بس تلج، يبقى سوليد. اديته هيت هيتحول الى ليكويد اللي هو ووتر. ده فيز تاني، هو H2O هنا و H2O هنا. الليكويد ده اديته هيت هيتحول الى ايه؟ ووتر فيبر اللي هي جاز. طبعا ممكن يبقى اسخنه بعد كده، والناس بقى اللي هتاخد ثيرمودينامكس وباور وسوبر سوبر هيت ستيم، بس احنا دلوقتي بنتكلم على سوليد ليكويد جاز ايس ووتر فيبر بالنسبه لحاجه زي الميه. ممكن عشان نسهلها نشوف الفيديو ده، نشوف الاكزامبل ده. يعني عندي الووتر وهو بادي بيحصل له ستارتنج، انا شغال لكم بس بوينتر، من الليكويد ستيت للسوليد ستيت، يعني بيتجمد. كولينج كيرف زي اللي عملناه بالظبط، بس انا بتكلم على الووتر، وهنا بيوري لك درجه الحراره 29 مئويه مش عارف ايه. فهنشوف دلوقتي هو شغال، الفايبريشن عاليه جدا للمولكيولز بتاعت الووتر، كل بتبطأ مع القرب. التجميد عند التجميد خلاص نشفت، و ثبوت حراري فريزنج دلوقتي، كريستالز هتبتدي تظهر واحدة واحدة. ركز كده، هنا هتلاقي كريستالز فيزا بزبات المولكيولز بتقل بس موجودة، والكريستالز اتكونت وانتهت عملية التجمد. ده بالظبط اللي حصل لكم في عملية الكولينج كيرف، التجربة اللي احنا صورناها لكم، الاكسبيرمنت 3 بتاع الكولينج كيرف اللي رسمنا منها الفيز دياجرام. ودي اللي كان ابتدينا بيها من الاكسبيرمنت دي، ان احنا نرسم من كولينج كيرفز الفيز دياجرام. هنبتدي بيه اول نوع، او هو النوع اللي هنتكلم على 5 انواع، كلهم ينتموا الى النوع الرئيسي باينري الوي فيز دياجرام. الباينري الوي فيز دياجرام يعني سبائك ثنائيه، يعني من تو اليمنتس A و B، حديد وكربون، ان شاء الله ميه وسكر. يعني ده اكزامبل شهير قوي، اول نوع اللي هو بيبقى كومبليتلي سولوبل باينري الوي فيز دياجرام. لازم نفهم بقى يعني ايه فيز، ناخد شويه مفاهيم. الفيز اللي هو هوموجينيوس بورشن اوف سيستم له خواص فيزيائيه وكيميائيه منتظمه، وده بينطبق على البيور ماتيريالز. يعني الناس، او يا سوري، في الاكسبيرمنت بتاع كولينج كيرف، احنا الناس اللي كان مع او اما صورنا ال 100% ليد او 100% رصاص، كان بيحصل ثبوت حراري واضح. وكذلك لبعض انواع الكومبوزيشنز بيحصل لها برضو ثبوت حراري، تعامل كما لو انها بيور مترز، يعني لا درجة حرارة تنزل وبعد كده يحدث ثبوت حراري اللي هو الانتقال من ليكويد لسوليد، وبعد كده يستكمل عمليات نزول درجات الحرارة. أشهر الأمثلة اللي هو مثلا المية والسكر زي إيه ما هنشوف هنا، تمام. السولوبيليتي ليميت اللي عندي احنا اللي بنتكلم عليها هي اللي بتحدد لي الحد الفاصل ما بين وان فيز او اكتر، فيز او اكتر. طالما ان انا عندي سوليد اتومز بتدوب ديزولف ان سولفنت في مذيب يتكون سوليد سوليوشن، فيبقى ده ايه؟ انا لسه في سنجل فيز لحد ما يحدث
اوصل لكونسنتريشن بعد كده هذا السولفنت، هذا المذيب لا يستطيع ان هو يذيب اكتر من السوليد اتومز، يبقى انا تعديت السولوبيليتي ليميت. المثال الشهير اللي احنا موجود هنا دلوقتي قدامنا بتاع الميه والسكر، يعني بقى لو اعتبرت ان ده صفر فوق الاكس اكس 0% شوجر لحد 100% شوجر، وتحت 100% ووتر اللي هو المكمل ليها لحد 0% ووتر. لو انت عندك 20% سكر عند اي درجة حرارة وقلبت السكر دايب دايب، 40% سكر عند اي درجة حرارة السكر دايب دايب، 60% سكر عند اي درجة حرارة السكر دايب دايب، 61 او 62 درجة في المية سكر عند درجة حرارة صفر مئوية ابتدى سكر كريستال تترسب. سخنت شوية عند 20 درجة مئوية وقلبت سكر يدوب. طيب رحت مزود من 62% سكر ل 70% سكر، يعني اكني مشيت كده كله دايب، اجي هنا 70% سكر الاقي كريستال انفصلت، يبقى سين دبل فيز ليكويد سوليوشن زائد سوليد شيجر، ليكويد سوليوشن زائد سوليد شيجر. اروح مسخن 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 مسخن، الاقي عند درجة حرارة مثلا هنا 50 درجة مئوية الاقي الايه داب تاني بعد ما كان تو فيز داب تاني كله، وروح مسخن مثلا لحد 80 درجة مئوية ومزود سكر لحد 80% الاقي هنا السكر ينفصل تاني وهكذا. يعني ايه ده كده؟ انا بلعب ما بين الدبل فيز والسنجل فيز. هنا ايه الفيز اللي عندي؟ ليكويد سوليوشن. ليه ما قالش ميه؟ عشان هو ما بتعملش ان هي مش ميه، مش ميه في الميه، مش ميه بيور، مش ميه في الميه بميه، ده هي ميه وفيها سكر، نسبة السكر اللي جواها على حسب درجة الحرارة. يعني هنا مثلا 80% 80 درجة مئوية وفيها أكتر من 70% سكر، 60 درجة مئوية وفيها 70% سكر، صفر درجة مئوية وفيها 61% ولا 62% سكر. تمام، أقصى درجة درجة ذوبان سكر في المية عند 100 درجة مئوية هو مثلا هنا 80% سكر، وبعد كده لازم بيحدث انفصال وفقا للفيز دياجرام اللي قدامي ده. تمام، الخط الاحمر الاساسي ده اسمه الايه؟ السولوبيليتي ليميت، حد الذوبان اللي احنا مفروض ما يعني اللي هو بيفصل لي ما بين سنجل فيز والتو فيز اللي هو ليكويد سوليوشن زائد سوليد شوجر. خلي بالك ان هو هنا قال سوليد شوجر، ما قالكش مثلا شوجر يعني 100% سكر، سكر منفصل ايه تماما. فده ايه ابسط مثال للفيز دياجرام، الميه والسكر. فاول نوع بقى عندنا اللي هو complete solubility in solid state liquid، liquid اهو ادي عندي ايه الفيز دياجرام ما بين مثلا كابر ونيكل وايه، و100% كابر الى 100% نيكل، وعند درجة حرارة هما الاتنين مع بعض في درجة الحرارة العالية سايحين مع بعض، أما ببردهم ويبتدي يبتدي التجمد نظرا لأن هما يعني عنصرين مختلفين، فالتجمد مش هيبتدي مع بعض في نفس اللحظة، فجزء ابتدي يتجمد وجزء لسه سائل، لا بس الجزء المتجمد ما هواش كبر لوحده ولا نيكل لوحده، حاجة دايبة يعني جزء دايب في التاني أكتر. يعني على سبيل المثال لو أنا دلوقتي عندي مثلا إيه 0%، خلينا نمشي هنا 0% كبر، صفر صفر في المية نيكل. تمام، وبقول لك ارسم لي كولينج كيرف لصفر في المية نيكل، الإكس أكسس هو التايم وأدي التمبريتشر، فبلاقي ان انا عندي هنا بيحصل ايه، درجة الحرارة بتقل 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 بتقل، وبعد كده يحدث ثبوت حراري يعني بداية التجمد هي نفسها نهاية التجمد، وبعد كده درجة الحرارة تقل تاني عندما ينتهي التجمد. تمام، ده اسمه كولينج كيرف. فين درجة الحرارة البداية اهي، فين درجة الحرارة النهاية اهي، واروح موقعهم على فيز دياجرام زي ما عملنا قبل كده واحط النقطة دي وابقى خلصت. نفس السيستم هيحصل لي هنا عند مثلا ايه 100% نيكل. طبعا في الامتحان لما اقول لك ارسم لي حاجه زي كده بتبقى انت
يعني اللي بيرسم لي كده ببقى فاهمه يعني ان هو فاهم، لكن الاقي واحد ناقل من اللي جنبه او مش فاهم او اي كروته فاكر انه بيشخبط وخلاص، فيروح راسم لي مثلا كده 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 مثلا. لا غلط، صفر. لازم تبين لي ان انت فاهم. الكولينج كيرف وهو سخن جدا بيبقى معدل تبريده سريع، فبيبقى ستيب لينير، بيبقى ايه الميل عالي، وهنا عشان بيبقى قربت الروم تمبرشر بيبقى الميل بطيء. فالرسمه دي غلط. الصح اهو كده مثلا كده كده، يعني دي غلط دي صح. طب لو انا دلوقتي عندي كولينج كيرف لي اللوي في الوسط مثلا، فانا عندي هنا ايه مثلا 60% نيكل، وبنزل من هنا ليكويد 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 لحد ما اجي هنا الاقي ينفصل سوليد، ينفصل سوليد، فدرجة الحرارة معدل التبريد هيختلف، ومش هيحصل ثبوت حراري اللي انا ما ان ده مش بيور ولا حاجة. وبعد كده عندما اما اوصل لدرجة الحرارة دي اللي هي تنظر كده كأني ماشي، يعني خليها كأني رايح الحتة دي، هي انتهى عملية التجمد و الميل يختلف تاني. يبقى انا عندي هنا دلوقتي معدل كولينج بداية تجمد، يبقى النقطة دي تقع على الليكويد سلاين، وما احط والكيرف ده اما اشوف نهاية السوليد سلاين بتاعته فين، يبقى النقطة دي بالنسبة لي هي دي نهاية السوليد سلاين، هي دي النقطة بتاعت نهاية التجمد. بعد كده الميل يختلف مع استمرار عملية التبريد. يبقى انا دلوقتي ايه الفيز الموجوده في الفيز ده؟ كلام ده هنا ليكويد، كل ده ليكويد، كل ده سوليد، وما بينهما ليكويد بلس سوليد، يعني ما بينهما هو ليكويد بلس سوليد. بص كتب لك ايه، ليكويد بلس الفا عشان يبقى دقيق، ان هو مش اي سوليد، يعني مش ايه، مش كبر، مش نيكل، ده هو حاجه دايبه في التانيه، حاجه دايبه في التانيه. ايه نسب وجودهم؟ هنفهم بقى كده. لما احب اجيب نسب وجود اي حاجه باخد خط افقي، يعني لو انا عندي السبيكه دي اشوف انا عند انهي درجه حراره، باخد خط افقي مثلا بالخط الاخضر ده عند النقطه بي مثلا، ولو انا عند السبيكه تركيزها عند النقطه بي، واشوف ايه ال نزلت كده واخد خط افقي واشوف التركيز بتاع الليكويد والسوليد زي ما هي هنتعلم في المسائل بعد كده. عشان افهم احسن اكبر الحته دي اللي مش باينه واشوف هنا كده، عملت زوم ان بدل ما كانت من 0 ل 1600، من ايه، من هركز في الحته اللي 1200 دي ل 1300، وهركز من التركيز من 20 ل 50، واتفرج على نقطه بي دي. فده اسمه ليفر رول، ليفر خط الافق كده، ميزان، ميزان من الدرجه الاولى الكلام ده كنت بتاخده زمان. قلنا هنا ليكويد وهنا سوليد وهنا الفا بلس ايه ليكويد، الفا بلس ليكويد. نسبة وجود الايه بقى الليكويد، نسبة وجود الليكويد هي الخط اس على الطول كله ار بلس اس، يبقى الليكويد بيرسنت ده وطبعا السوليد هو المكمل 100% ناقص ايه النسبة دي، او اللي هي ار كابيتال على ار كابيتال بلس اس. طب وتركيز، تركيز الليكويد، اروح للليكويد سلاين اللي احنا قلنا عرفنا عليه، الليكويد سلاين اللي هو اللي فوق كل ده اسمه الليكويد سلاين، وكل اللي هو تحت ده السوليد سلاين. الليكويد سلاين اللي هو فوق، السوليد سلاين اللي هو اللي تحت. فعاوز اعرف تركيز الليكويد اروح للليكويد سلاين واشوف التركيز المناظر ليه بخط راسي، يطلع لي سي ليكويد. عاوز اعرف تركيز الالفا اروح خط بخط الليفر رول ده خط افقي، اخبط السوليد سلاين وانزل، يبقى هو ده ايه تركيز سي الفا او سي سوليد. محدش يقول لي يمين ولا شمال، يعني نحاول نفهم مين الليكويد ومين السوليد عشان نعرف نشتغل، بدل ما نلخبط نفسنا لان هنلاقي نفسنا في حالات اخرى الليكويد هو اليمين والليكويد هو الشمال، هنلخبط نفسنا. يعني عشان نفهم واحدة واحدة اللي بيحصل، ادي ايه بالليفر رول كاتبينها اهي، ادي عندي ليكويد 35% نيكل،
نازل 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 لحد ما يخبط، اسمه ايه ده؟ الليكويد سلاين، هو اللي فوق. نشأت كريستال صغيرة من السوليد، لسه كل ده يعتبر 100% ليكويد. انا دخلت في الالفا بلس ليكويد، بس لسه الاغلبية ليكويد. كل ما بنزل بيكبر الجزء السوليد اللي هو الخط الصغير ده اللي في اللي هو الناحية دي، هو ده اللي يمثله، ده على ده هو ده اللي نسبة الايه السوليد، تمام. وده السوليد سلاين. والاقي بص عند النقطة دي الكريستال الصغيرة دي كبرت كبرت، وبقى الألفا بدل ما كانت هنا تركيز الألفا، بص تركيز الألفا هنا كام؟ 35% الليكويد، 35% سوري الألفا تركيزها كام؟ ده الليكويد هنا تركيزه 35%، الألفا عاوز أعرف تركيزه كام؟ أروح رايح على الخط السوليد لاين وانزل هنا، انزل انزل الاقي 46% نيكل، فتلاقي الكريستال دي تركيزها 46% نيكل. اما نزلت من نقطه بي الى نقطه سي الاقي الليكويد طبعا قل، جمد التجمد زياد زاد، فيبقى الاصفر ده هنا كده ايه قل، والسوليد اللي هو الكريستال دي زادت. تركيز السوليد هنا كام بقى؟ 43% نيكل اهو، والليكويد خف شويه بقى 32% نيكل. انزل بقت كلها ايه سوليد الفا، وتركيزها بقى الليكويد 24% نيكل اهو، الليكويد 24% نيكل، والسوليد 35% ايه نيكل، وهكذا. يبقى كل ايه في الاخر السوليد بيزيد، السوليد بيزيد، السوليد نسب النيكل فيه اللي هو الذائب بتقل، تمام، بتدريج، ليه؟ ان هو بيجيله بيتجمد نسب مخففه من الليكويد اللي هي فيها نيكل اقل وتتجمد حواليه. يعني مش عاوزين نحفظها كوبر ونيكل، بس احنا ده في المثال اللي عندنا ده ايه كوبر ونيكل. نعيد تاني كده عشان نفتكر، ادي سبيكه ليكويد كلها عند 35% نيكل، ببرد بهدوء ببرد بهدوء، بدايه تجمد، تظهر كريستالز بتركيز 46% نيكل. عرفت منين يا دكتور 46% نيكل؟ اخد خط افقي الليفر رول، اخبط في السوليد لاين الاقي 46% نيكل، انزل بالتبريد الاقي نسب السوليد زاد. عرفت منين؟ الاقي الخط ده ظهر، اقسمه على الطول كله، يبقى ده نسبه السوليد اللي هو ايه كل شويه بتزيد. تركيز السوليد كام؟ اجي اخر الخط الافقي عند التقاطع مع السوليد لاين 43% نيكل. تركيز الليكويد المتبقي كام؟ اخر الخط الافقي التقاطع مع الليكويد لاين 32% نيكل، وهكذا. يعني هي دي ايه القصه بتاعتنا عشان نقدر نفهم ازاي نتعامل مع الفيز دياجرام. ده بالنسبه لاول نوع من انواع الفيز الباينري فيز دياجرامز اللي هو الكومبليتلي سولبل. يعني ايه كومبليتلي سولبل تاني؟ ايه ال يعني يعني دايب تماما في الليكويد ودايب تماما ايه في الصلب. طيب ده هنكمل بقى في يعني فهمنا، هنكمل بقى في الجزء الثاني الكورينج. يعني زي ما شفنا كده ان السوليد الجرينز وهي بتتكون بتكون الالفا كان تركيزها من جوه 46، صح. اللاير اللي بعديها كان باين 42، اللاير اللي بعديها مش فاكر كانت 35 وهكذا نيكل. طبعا ده اللي بيسموه الكورينج فينومينا، ان كمان التركيز الكريستال وهي بتتجمد ما بتبقاش ثابته ومتكافئه، مش 45 45 45 مثلا، لا من جوه حاجه ومن بره حاجه. ده بيخلينا بعد كده بقى ما بنيجي نتعامل ان الماتيريال مش هوموجينيوس، فبنضطر نعمل لها معالجات حراريه عشان نضمن ان الماتيريال من جوه زي بره بنفس البروبرتي. ده بيفرق في الاخر في الميكانيكال بروبرتي اللي انا ايه بسعى اليها، تمام. هنبتدي نكمل من النقطة اللي احنا وقفنا عندها في الجزء ده. نحاول نفتكر تاني، احنا شغالين باينري فيز دياجرامز، يعني بتكلم على عنصرين بس، مش بنزود اكتر من كده، واتكلمنا على اول نوع فيهم اللي هو
completely soluble في الحالة السائلة، في حالة الليكويد، وفي حالة السوليد. وهنفضل لنا لسه أربع أنواع أخرى هنتكلم عليهم عشان إيه نبقى حاولنا فهمنا فيس دياجرامز ونقدر نحل أسئلة عليها إن شاء الله. شكرا.